يروج في بعض الأحياء السكنية وأمام مؤسسات تعليمية في عدد من المدن المغربية منطوق غريب عبارة عن عبوات شبيهة بأنابيب مليئة بسائل ملون. وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور المنطوق المعبأ في العبوات المذكورة وهي شفافة لا تحمل الجهة المنتجة أو المكونات، كما أنها لا تحمل تاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية. وأوضح نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن المنتوك الخطير الذي يتم عرضه للأطفال بأسمنة رخيصة تحت مطية مشروب منعش، كما طالب السلطات والمصالح المختصة من أجل التدخل لوقف ترويجه لكونه قد يحمل مواد خطيرة على صحة مستهلكيها. وكشف نشطاء آخرون أن المنتوك الغريب الذي ينتشر مع مرور الأيام تنتجه شركة تتواجد بمدينة طنجة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.